هل يمكن أن نعتبر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وصاحب هذه المقالات المدعو عدنان عرعور أنهما أقران ويمكن التسوية بينهما؟ لا لا، كما لا يقارن بين الثرى والثريا. هذا يعني عدنان عرعور هذا يظهر منه أنه حزبي ويعاون الحزبيين وينزل ويتكلم على السلف، يريد جرح السلف، يريد أن يعني يتكلم في السلف ويقدح فيهم، لكنه يحامي عن المبتدعين. أما الشيخ ربيع، الشيخ ربيع معروف لجهاده في إظهار السنة والرد على المبتدعين، جزاه الله خيرا. بدعي وهو مبتدع وحزبي، يعني ينبغي الا تجلسوا اليه ولا تسمعوا كلامه، بل يجب الرد عليه في كلامه.